هسه وصلنا طبعا زحمة مبالغة يعني على بال ما ندخل ذاته يعني كانت معركة. فده من أكبر البازارات اللي حصلت على ما أعتقد في السودان وفي الخرطوم. فهسه أنا هاخدكم جوا علشان تشوفوا الحاصل شنو. لكن الزحمة والحر وكله، لكن شكله حيكون في حاجات جوا حلوة لسه ما شفت أي حاجة. والمشكلة لابسة أنا ذاتي فستان تقيل فشنو، فأنسوا العناء اللي أنا هسه فيه. لكن إن شاء الله حتطلع يعني كل حاجة. خلصنا لانه المكان لسه مليان زحمه، مليان كله ناس. الزحمه يا جماعه كانت ما طبيعيه. اول مره اشوف كميه هائله من الناس دي صراحه، مما يدل على انه كان بازار ناجح. لسه في برضه بكره يوم ثاني، ما متاكده اذا حاجه ولا لا، هنشوف. لكن سو فار صراحه يعني من الزحمه ما اعتقد اني حاجي اليوم الثاني، لانه الليله شفته ده يعني كان كفايه. بس كان في كمية من الستورز الرهيبة، كان في كمية من الناس، كان في كمية من يعني من الحاجات الحلوة والحاجات المختلفة والمتنوعة شديد. فكان يعني لتسي بازار ناجح وحلو شديد. قلت أجي اليوم الثاني برضو، الليلة ما زحمة شديد زي أمس. أمس طبعا كان مبالغة، لكن الليلة اليوم الثاني ده أخف بكثير ومنظم أكثر. يعني عملوا بوابات كده للخروج، عملوا بوابات للدخول منفصلة، ما زي أمس. أمس يعني على ما أعتقد ما كانوا مفتكرين إنه الناس حتجي بالكمية الهائلة دي وانصدموا. لكن الليلة أهدى والواحد ذاته قدر شنو يجي يعني يتمشى يشتري الحاجات اللي عايز يشتريها وكده. فهسه بس جبت قهوة، أشرب القهوة بتاعتي وأدخل تاني أشوف في شنو جوا. شايفة انت شفتي الزحمة امس كانت كيف؟ هنا انتوا بس بتقدموا سويت صح؟ شوكولاتة. شوكولاتة كلها، كل حاجة شوكولاتة. مكان في بري للرويال كين. حاليا للعيد مقدمين كعك العيد، مقدمين بسكويت.
الحاجات كلها معموله بصوره صحيه بسكر ستيفيا بالدقيق الاسمر بالسمن الحيواني. برضو عندنا هيلثي ساندويتش هنا ذا برجر بالعيش الاسمر والبرجر معمول بالشوفان وجبنة تشيدر لايت ومايونيز لايت. برضو عندنا كمبريا بالشوكولاته الشوكولاته برضو دايت. اوكي دي كل المنتجات دي كل حاجه معينه نيو كورنر. اوكي يا محل عطور اسمه سويس اريبيان محلكم وين انتو؟ بري حي الصفا. بري حي الصفا محلكم حلو شديد. تسلمي. دي الرسومات دي بتعملوها انتو؟ ايوه هاند ميد. او هاند ميد. اوكي شنو دي طرحة؟ طرحة سكارة. اوه طرحة. في حاجة تراب زون اللي هو الشازة يا جماعة تعمل لي فولو في الانستغرام وتعمل لي سبسكرايب في ماي يوتيوب شانل لانه أيوة. قاعدة اعمل لانه بتوريكم تعملوا الحاجات دي كلها كيف كلها كيف اعملها. نعم ما تنسى تعمل لي سبسكرايب لايك شير اعمل حاجات كلها وادخل شوفها بتعملها كيف. اي حتى الورد دي عملتيها صح؟ يا ايه حاجة جولري عندهم حاجات كلها هاند ميد حاجات مختلفة شديد. ثمانية برضو ثمانية خلاص خلصتها استطلعنا وبس مستنية ترحال علشان يجي يسوقنا. طبعا الزحمة جوا مبالغة حتى ما حقدر اسوق لكم عربات كمية فما حيدخلين جوا فمستنية في الشارع. المهم البازار كان حلو كان ظريف كان يومين حلوين زحمة وتعب لكن كان حلو سكسسفول شديد. ده كده أول بازار كده كبير أجيه في السودان فبجد كان حلو. وما تنسوا كمان تعملوا لايك وشير وما تنسوا كمان تعملوا سبسكرايب لقناتي. أشوفكم في الفيديو الجاي باي. حبيت دي الهدايا اللي وصلتني فحبيت أني أفتحها معاكم وأشوف جوا في شنو. اوكي ناس شمس ديل يلا ادوني البرودكتس بتاعتهم انه اجربها. عندهم ماسكات شرحوا لي انه كل الحاجات اللي بيعملوها دي حاجات طبيعيه. عندهم حمامات زيت